عندنا ايه؟ في ثلاث وزارات مهمين جدا، الصناعه والتجاره، ادي وزاره. قطاع الاعمال دي وزاره. طبعا انا بضم ليهم السياحه باعتبارها صناعه السياحه، يعني انا اضم لده. دول ملفات بانتظار التحرك الجديد والرؤيه الجديده لهذه الوزارات. واداء الوزراء الجدد باذن الله اللي بنتمنى لهم كل التوفيق. خد بالك، توفيق يجانب هؤلاء الوزارات وهذه الملفات ينعكس علينا أنا وإنت الحوافريت، نتبهبش ينعكس على كل مواطن، ينعكس على اقتصاد الدولة بشكل عام، وده مهم جدا. ينعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي بتاع الدولة، ينعكس على احتياطاتك من العملة الصعبة، ينعكس على الخزانة العامة بتاعتك. يا رب تتملي وتتخم وتفيض وتبقى الخزانة كده. زمان وانا صغير جدا طبعا كنت قد كده، كنت متخيل ان الخزانة، خزانة الدولة دي يعني خزنة بجد، يعني لما نكسب الدولة تكسب فلوس فبتحطها جوه الخزنة. فكنت اقعد اسال بقى يا ترى هي قد ايه الخزانه بتاعه الدوله. طبعا بالوقت لما كبرت شويه فهمت ان هو مصطلح مالي واقتصادي. يعني اللي انا عايز اقوله لك انه التغييرات اللي حاصله هي حاصله علشان خاطر حضرتك بالاساس. خد بالك انه الدوله من ساعه ما حصلت الازمه بتاعه كورونا مرورا بالازمه بتاعه الحرب الروسيه الاوكرانيه طول الوقت كانت بتشتغل على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ركز معايا، بتمد في مظله الحمايه الاجتماعيه بتاعتها. يعني مش مثلا قالت لك ايه خلاص يعني ما هو قائم فهو مستمر لانه في ازمه اقتصاديه في العالم و و و و و اطلاق. كان الرئيس كل مرة يتحدث فيها في أي حتى افتتاح لمشروع من المشروعات الكبرى إلخ 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 في تواجده في كلماته إلى آخره يتكلم على مد مظلة الحماية الاجتماعية. ليه؟ لأنه الأزمات الاقتصادية اللي بتعصف بالعالم بتستوجب على القيادات الوطنية دائما لأي بلد في الدنيا أنه ياخد باله من الفئات الأقل حظا، الطبقات الاقتصادية اللي هي بتتقرص قوي من موضوع زيادات وغلاء الأسعار. أكتر طبقات بتتقرص هي الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أكتر طبقات. الأغنياء يبقى لهم أو بيحصل عليهم تأثير، لكن اللي بيتقرص يعني الغني ده إيه؟ حجم عائداته بتقل. واخد بالك؟ يعني المليار اللي كانوا داخلين السنه دي، طبعا مفيش حد يكسب مليار في السنه يعني، بس يعني مثلا المليون اللي داخلين السنه دي هيبقوا 850 او هيبقوا 800. الغلبان لا، هو مش الفلوس بتقل، هو الحاجه اللي هيشتريها هتقل عشان السعر. فيحصل ايه؟ مد المظله. يعني ايه مد المظله؟ فتلاقي دايما في مبادرات، في بنفتح فروع اكتر للمنافذ المختلفه المملوكه للدوله، سواء اذا كانت مملوكه للقوات المسلحه، مملوكه للداخليه، مملوكه لوزاره التموين والشركه القابضه الى اخره، عشان اقدر اوفر لك السلعه بسعر قدر الامكان على قد مقدرتك، فاقدر اقف قدام اي شكل من اشكال الجشع. طب ما انا عندي حد هيقول لي والله ده في مثلا جهاز حمايه المستهلك، اقول لك جهاز حمايه المستهلك موجود وجهاز حمايه المستهلك بيحاول يشتغل، لكن انت متصور ان جهاز حمايه المستهلك هيمشي ناس على كل محل وكل فرشه في الشارع؟ ده استحاله. الحاجات دي بتمشي مع بعض بالتوازي وبالتكامل. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون رؤيه اقتصاديه للتغيير الوزاري اللي حصل، ويمكن الاكثر هو وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة. وأنا هستأذن ضيفي العزيز إن احنا نضم ليهم وزارة السياحة والآثار وتحديدا قطاع السياحة، دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز أو بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا 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 يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم وسهلا بخير. إزي حضرتك يا فندم؟ إزاي الحال؟ كله تمام؟ تمام يا فندم والله، تمام الحمد لله. رؤيتكم وتحليلكم للوزارات الاقتصادية في هذا التغيير الوزاري، نخص بالذكر الصناعة وقطاع الأعمال العام. ويمكن أنا كنت بسأل، مش وارد أو واجب إن احنا نضم ليها قطاع السياحة في وزارة السياحة والآثار؟ صحيح يا فندم، هما الثلاث وزارات يعني زي ما حضرتك عارف دول جزء من يعني المجموعة الاقتصادية.
ولو احنا بس استثنينا وزاره السياحه واجلناها دلوقتي، هقول لحضرتك ان القطاعين بتوعه قطاع الاعمال والقطاع الصناعه الاثنين يعني القطاعين متداخلين جدا بشكل كبير. هي وزاره الصناعه وظيفتها زي ما حضرتك عارف ان هي تنظم الصناعه والتجاره في الاقتصاد المصري كله، وزاره قطاع الاعمال هي وزاره مسؤوله عن اداره ملكيات الدوله او شركاتها، واللي جزء كبير منها جدا بيقع في قطاع الصناعه. عشان كده القطاعين مشتركين مع بعض ومتداخلين مع بعض بشكل كبير جدا. حضرتك لو يعني رجعنا بالسياق كده حوالي مثلا شهر لورا، هتلاقي ان الدوله كان عندها خطتين يعني متداخلين مع بعض برضو يطروا نفس القطاعين. الخطه الاولى هي خطه تمكين القطاع الخاص وادماجه بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري، واتاحه فرصه كبيره للنمو، وفي نفس الوقت وثيقه ملكيه الدوله اللي جزء كبير منها منصب على وزارة قطاع الأعمال، وبالتالي الوزارتين السادة الوزراء اللي قبل كده أدوا مهمتهم في ظرف كان المطلوب من الوزارتين أداء يعني مهام مختلفة، زي مثلا أداء وزارة قطاع الأعمال اللي كان مطلوب منها إن هي تمكن للقطاع العام من جديد تستعيده بعد ما كان يعني كان عليه ضغوط كبيرة وكان تراجع أداؤه بشكل كبير جدا. المطلوب دلوقتي بقى انه احنا ندمج قطاع الاعمال العام مع القطاع الخاص. عشان كده في رؤيه جديده للوزاره، في وزير جديد يقدر ينفذ الاهداف الجديده. نفس الموضوع في قطاع الصناعه، المطلوب دلوقتي بعد ان احنا يعني ما كان عندنا اهداف سابقه قبل كده تتماشى مع الدور اللي كانت بتقوم به الدوله المصريه او الضغوط اللي كانت بتواجهها الدوله المصريه، دلوقتي بقى عندنا اهداف جديده بقى تتمثل في توطين الصناعه، توطين الصناعات الجديده، ادماج القطاع مع يعني توفير بنيه تشريعيه وبنيه اداريه جديده للقطاع عشان ينمو، خاصه مع الصراع اللي هيبدا يحدث في الايام الجايه وكان موجود قبل كده في سنه 2018 2019. هيبدا يحصل عندنا صراع جديد مع بين الولايات المتحده الامريكيه والصين او بين الصين والهند في قطاعات كثيره، مطلوب بقى استغلال هذين القطاعين بشكل اكبر. لو خدنا بقى الصوره بشكل اوسع هتلاقي حضرتك ان القطاعات الثلاث وزارات بقى سواء قطاع وزاره الصناعه او وزاره قطاع الاعمال او وزاره السياحه زي ما حضرتك اشرت، الثلاثه بقوا هيبقوا وزارات مدره ل التدفقات النقديه، وده يعني الثلاث وزارات بيشكلوا مع بقيه وزارات المجموعه الاقتصاديه يعني راس رمح كده علشان نبدا نخفف الضغوط اللي على الاقتصاد المصري ونخفف الضغوط اللي على العمله الصعبه المصريه، سواء بقى عن طريق جذب استثمارات جديده في وزارات قطاع الاعمال او جذب استثمارات جديده في القطاع الصناعي عموما، بالذات يعني مع النسق المتصاعد من جذب الاستثمارات الصناعيه زي ما حضرتك شفت. يعني كان عندنا شركات صينيه دخلت الفتره اللي فاتت، كان عندنا كمان شركات المانيه دخلت عندنا، وما زال عندنا يعني الموضوع مستمر. وبالتالي التغيير جاي في هذين الاطارين، الاطار الاول هو دمج القطاع الخاص وتمكينه من القطاع الصناعي وتمكينه من ان هو يشارك الدوله في المكاسب اللي حققتها قبل كده، وطبعا قطاع السياحه طبعا واحد من اهم القطاعات دلوقتي المفروض بقى يتوفر له تمويل بشكل كبير جدا. عشان كده السيد الوزير يعني جاي من القطاع المصرفي علشان يرجع لقطاع السياحه ينمو بشكل كبير، لان الضغوط اللي على قطاع السياحه دلوقتي هي ضغوط تمويليه بشكل اكبر يعني. طيب هنا نقدر نسأل مثلا دكتور محمد شادي كرجل باحث اقتصادي في المركز المصري، عندما تقدمون توصية، يعني حضرتك طبعا عارف وسيد اللي عارفين المراكز أو مراكز البحث ومراكز التفكير في الدنيا تقدم دائما النصح للوزارات أو للهيئات إلخ أو الجوانب المختلفة، إيه النصح اللي يقدمه دكتور محمد شادي لوزارتين زائد قطاع أعمال عام، أسف، وزارة قطاع أعمال عام، وزارة صناعة زائد قطاع السياحة في وزارة السياحة والأثار، تتقدم لهم بنصيحة أو بكبسولة من النصح الاقتصادي؟ هو فندم النصيحة العامة هو مزيد من التمكين القطاع الخاص، ده النصيحة الأهم، مزيد من التمكين القطاع الخاص، إتاحة فرص أكبر للتعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص، والحاجة الأهم إزالة العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتيسير كل السبل ليه، وبالذات في وزارة الصناعة والتجارة اللي عليها عبء كبير جدا 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 الفترة اللي جاية، خاصة مع أحلامنا. حضرتك عارف إن إحنا الرئيس عندنا حاطط مستهدفات بتصدير 25 مليار، قصدي برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار. صحيح. ال 100 مليار دولار، ال 100 مليار دولار مش هيجوا إلا من قطاع الصناعة، يعني القطاع الزراعي عندنا بقى واصل للحد الأقصى ليه؟ لو شفنا
يعني النمو مش هيبقى النمو اللي وصلنا لل 100 مليار دولار، ال 100 مليار دولار او يعني بقى 60 مليار اللي احنا عاوزين نكملهم على ال 40 مليار الموجودين دلوقتي هيجوا من قطاع الصناعه، سواء بقى صناعات صغيره او متوسطه او سواء صناعات تكنولوجيه او سواء الصناعات التقليديه اللي هي بتشغل عدد كبير جدا من العمال. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك الثلاث وزارات عليهم هيبقى كبير جدا الفتره اللي جايه، لازم نمكن القطاع الخاص بشكل كبير جدا نتعاون معاه بالقدر الممكن، بالاضافه بقى ان احنا يعني الثلاث قطاعات يعتمدوا على القطاع المصرفي اللي عنده سيوله كبيره جدا. لسه كان البنك المركزي قال ان احنا السيوله عندنا وصلت 6 تريليون جنيه، هذه السيوله يجب ان توظف في الثلاث قطاعات. القطاع الاعمال وزاره القطاع الاعمال العام المفروض تستغل التمويل المتاح بشكل كبير جدا انها تطور مصانعها وشركاتها. يا دكتور محمد، طيب واضح ان الشبكه مش قد كده فالخط قطع، لكن هنعاود الاتصال بالتاكيد. على كل خلونا نشكر دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. انا يمكن في دماغي سؤال بصراحه كنت مستني ان احنا نساله الدكتور محمد، ويمكن يعني اذا سمح الوقت ودكتور محمد رجع لنا تاني. هل احنا يمكن انا دي نصيحتي بصراحه، الصين علشان تعمل عملية إعادة هيكلة اقتصادية عندها بدأت منظومة سنة 78-79، حلو؟ طيب منظومة جديدة في إعادة الهيكلة والتفكير الاقتصادي الصيني حتى بقيادة الحزب الشيوعي الصيني كما هو، يعني الحزب الشيوعي اللي بيحكم من أيام ماو تسي تونغ حتى هذه اللحظة هو الحزب الشيوعي الصيني، ماشي؟ طيب عملوا تطوير لطريقة تعامل الحزب مع الملف الاقتصادي، فخلقوا شيء جديد أو مدرسة جديدة اسمها السوق الاجتماعي، حلو؟ ولا هي سوق حر ولا هي رأس مالية مطلقة ولا هي اقتصاد شيوعي زي ما هو مكتوب في النظريات ولا هي اشتراكية علمية زي كارل ماركس وفريدريك إنجلز، تطور، وده جيد بالمناسبة. طيب تطور ده قام على إيه يا عم يوسف؟ تطور قام على دعم الصناعات والمشروعات متناهية الصغر. الدولة تقوم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، فتتحول النوع ده من المشروعات والصناعات ما بين قوسين ثقيلين وعشر تلاف خط مشروعات وصناعات لإيه؟ إلى أنها تبقى الروافد المغذية بتاعة الصناعات الأكبر. طب الصناعات الأكبر حصل إيه من الصين؟ خلقت شراكات استراتيجية عملاقة ما بين قطاع خاص وما بين الدولة. تاني، مشروعات الاقتصادية العملاقة، شراكات ما بين القطاع الخاص والدولة، وفي صناعات لا يقترب منها القطاع الخاص على الإطلاق زي الصناعات العسكرية في الصين، لا يقترب، تمام؟ طيب وبالذات الصناعات العسكرية الثقيلة، يعني صناعة الدبابات مثلا، الصواريخ، الطيارات دي ما فيش حد بيقرب منها. أنا أمل حياتي الدولة ماشية فعلا في مسألة إنه إحنا بنشتغل على صناعات متناهية الصغر أو مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. أنا أمل حياتي بقى إن إحنا نخش في مرحلة الشراكات الكبرى، يعني صناعات ضخمة. أحلم يا عم يوسف، تخيل كده يبقى في يوم من الأوقات عندي، أتمناه قريبا يعني، وإن كان ده بيحتاج مش بس بنية أساسية، ده بيحتاج بنية أكاديمية وبحثية ضخمة جدا. يبقى عندي مثلا إيه؟ مصنع طيارات كده زي إيرباص. طبعا إيرباص أكيد مش هتعمل إعلانات في التلفزيونات يعني، ما بتعملش أي الكلام ده. فيبقى شراكة ما بين الدولة وما بين تحالف استثماري ضخم. مثلا. تعالى مثلا نقول والله هنعمل مصنع مش عارف كذا بيعمل مثلا عصيارة مصرية 100%. هو ده احنا ماشيين فيه بالمناسبة، يعني احنا ماشيين في الخط بتاع السيارة المصرية الكهربائية، ماشيين احنا في الخط ده، حلو؟ طيب يا سلام سلم لما يبقى في وقت من الأوقات أنا عندي العربية بتاعتي دي مصرية، أي حقوق الملكية الفكرية بتاعة مكوناتها بتاعتي أنا، وأنا مثلا لو أنا بعمل العربية الكهرباء يبقى أنا اللي بطور البطارية. خلي بالك أن التكنولوجي بتاع عربيات الكهرباء ده ما هوش على الإطلاق الموتور، يعني ده موتور كهرباء، ده يعني ابنك يقدر يعمل لك موتور كهرباء في البيت. هي المسألة كلها في البطارية
وزنها وساعتها التخزينيه. فتخيل ان احنا نبدا شراكه ما بين الدوله وما بين اتحاد استثماري، ان احنا نعمل مصنع بطاريات كهربائيه كبير جدا في مصر، وتبقى بطاريات اعتماديه تغذي صناعه السيارات الكهربائيه. واحده واحده نقدر نتمكن من ان احنا نبقى اصحاب وملاك التكنولوجيا، فنقعد نطورها لحد ما يبقى في عندك تكنولوجيا مصري متعلقه بالبطاريات. فانت كده بقيت 100 فل و14، يبقى انت كده عملت القفزه اللي بيقول عليها الرئيس. خد بالك الرئيس دائما يقول لك انا بحلم. رئيس بيحلم ويسعى وراء الحلم حتى يتحول لواقع، زي حياة كريمة على سبيل المثال. تعالوا احنا كمان نشارك الرئيس في أحلامه او نساعده في أحلامه، ان صح الكلام نحلم احنا كمان ونفكر، نحلم جوه البرامج وفي الجرايد، ونحلم في الأروقة وفي الغرف المغلقة بتاعة الباحثين في معاملهم ومراكزهم البحثية، نحلم جوه المكاتب والشركات بتاعة المستثمرين الكبار، نحلم لدى الوزارات اللي تقدر تشتغل على هذا الموضوع زي وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام، نحلم بان احنا نعمل مشروعات بهذا الشكل. في هذه الحال احنا مش هنعدي، لا احنا هنعدي كل حاجة، يعني هنعدي البراميل اقتصاديا، ده بجد مش هزار. عاوز تعدي البراميل اقتصاديا، يلا بينا نعمل مصنع عربيات في مصر ونشوف هيتعمل ازاي وندرسه، هياخد وقته طبعا. مصنع بطاريات كهرباء مش مصنع العربيات بس، ياه تبقى حدوتة. واحنا بنتكلم على قطاع السياحة، ده زي ما كنت بقول لكم من شوية كده، ده قطاع نقدر ندخل بيه فلوس كتير وبسرعة. طيب محتاجين في ايه؟ اكيد احنا محتاجين من الدكتور محتاجين من السيد احمد عيسى ان هو يشتغل معانا على كده، اللي هي ايه بقى؟ هل يا ترى انا محتاج اشتغل مع غرف تنشيط السياحه؟ هل انا محتاج ان انا اغير في استراتيجيات الجذب بتاعتي بتاعت المكاتب اللي موجوده بره، الحزم اللي انا بقدمها؟ هل انا بتاع سياحه الباك باك، ولا انا بتاع السياحه بتاعت الاغنياء، ولا هل انا المزيج؟ تصوري المتواضع على قد حالي خالص مواطن، احنا ننفع الاثنين ولازم الاثنين مع بعض. سياحة باك باك حاجة في البسيط الخفيف السريع البني، والسياحة بتاعة الاغنياء والاثرياء زي السياحات العلاجية والسياحات اللي مش عارف اليخوت يا انت عندك اللي مش عند حد في المنطقة على الاطلاق. في المنطقة هنا حتى حوض البحر المتوسط بالكامل محدش عنده اللي عندك. يلا بينا.